ممنوع طلع دفتر السواقه، ممنوع فوت على المستشفى، ممنوع اتعلم، ممنوع اعلم اولادي هلا. لنا لاجئين ولنا نازحين، نحن ام لبنانيه وهي تذكره تبين. عندي طفل صار له ميت 5 أشهر لانه ما معه هويه لبنانيه، ما قدرت حق متوفى. بلا جنسية بلا قيد بلا هوية هو حال من اعتصم للمطالبة بإقرار فوري للقانون الذي يعطي الأم حق منح جنسيتها لأبنائها، وبدعوة من حملة جنسية كرامتي امتلأت ساحة رياض الصلح بمئات المعترضين على تمرير مرسوم التجنيس لغير لبنانيين وأخفال حق المرأة اللبنانية. مصطفى الشعار ممثل الحملة اعتبر أن هذا المرسوم غير عادل وغير محق لأنه يعطي حقا لأشخاص لا يربطهم بلبنان أي صلة ويظلم الأم اللبنانية وأبنائها. حملة جنسية كرامتي أول شغلة بتسأل 405 أشخاص تجنسوا ما عرفنا كيف، ما عرفنا وين تقدموا بالجنسية، عم بيقولوا مستحقين، عنا آلاف المستحقين، نحن منقدر نتقدم لهم بالطلبات من بكرة بس يقولوا لنا وين عوديك تقدموا بالطلبات. الجنسية اللبنانية ما بتنشر وما بتنباع. وشارك في الاعتصام جمعيات وسياسيون داعمون للقضية تعهدوا أمام الحضور بأن يعملوا على إقرار قانون الجنسية بحيث تستطيع الأم منح جنسيتها لأولادها.